يعتبر التساوي في الأجور من أبرز القضايا في العصر الحديث، وهو هدف رئيسي لأهداف التنمية المستدامة بحسب الأمم المتحدة التي تحتفل في 18 من شهر سبتمبر باليوم الدولي للمساواة في الأجور. وحول هذه الفجوة تشير المنظمات الحقوقية المختلفة أن أوجها عدم المساواة بين الجنسين لا تترتب على الأجور فقط، وإنما تتعلق بنوعية المهن والمناصب التي يتقلدها كل من الجنسين، وحتى فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة وتمكينها. تشير بيانات الأمم المتحدة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات عدم المساواة في الدخل بين الجنسين، حيث تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال في مختلف الدول والقطاعات، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 23% على مستوى العالم. فعليا تكسب النساء 77 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجال في نفس العمل. وفي صعيد توزيع المهن، تتركز النساء في الأعمال ذات الأجور المنخفضة، فيما ترتفع معدلات انعدام الأمن الوظيفي لدى النساء ونقص التمثيل في أدوار صنع القرار. كما تؤدي النساء أعمال منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بمقدار مرتين ونصف أكثر مقارنة بالرجال. وبهذا المعدل سوف يستغرق الأمر 70 عاما لسد فجوة الأجور ما بين الجنسين عالميا. بالفعل يعني أيضا تشير الأمم المتحدة رؤى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج للكثير من الجهود والعمل، وأن الصراعات والأزمات وتراجع مستوى الحريات في كثير من الدول يؤثر على جهود المساواة. ففي لبنان مثلا، ولأن وقع الأزمات غير محايد بالنسبة للجنسين، تأثرت النساء بشكل مضاعف على كافة المستويات، تطور الوضع من سيء إلى أسوأ ماليا واقتصاديا واجتماعيا. نتابع. منذ طفولتها تقول المهندسة والناشطة السياسية ناهدة خليل إنها عانت من تمييز على أساس الجنس رافقها داخل عائلتها وفي ميدان عملها، لا سيما بعد أن أصبحت أما. تحدثت عن تمييز طال راتبها مقارنة بأقرانها من الرجال. استغلوا وضعك كأمرأة ونسيوا أنك مهندسة ونسيوا كفاءاتك وإنتاجك، أنه أنا هارد وركر. فإيه هيدي مرقت معي، هلا مرق معي كتير اشياء تانية، بس انه هيدي بالاساس كمان خليني انا اقلك بقسم بالهندسة في تفرقة، يا بدك تكوني مثل الرجال للأسف لأنه ما حدا بيقبضك على الورشة، بدك تضطري تحكي لغة الرجال. أسباب اجتماعية وثقافية كثيرة تجعل التمييز واضحا في الرواتب بين المرأة والرجل، لا سيما في القطاع الخاص، ولا تتوافر أرقام أو إحصاءات دقيقة في هذا المجال، فيما وصف حقوقيون التعديلات التي طالت قانون العمل بغير الكافية. عدلنا قوانين لمصلحة المرأة بالعمل سنة 2003، تعدل عنا شي 5-6 هيدا بنود بقانون العمل، أول واحد منهم أنه ممنوع التفرقة بالأجر وبكل شي، بالترقية، بالمصريات، باللوائح الراتب، ممنوع التفرقة. وفي هذا الإطار، حملة لتعديل قانون الإجازة العائلية أطلقها المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبدعم من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية USMAPI، حملة ترمي إلى دعم حقوق المرأة العاملة. انعكس أنها تقبل بقصص أقل، تقبل ببوزيشنز أقل، تقبض بمعاش أقل، تقبض أنها تشتغل بقطاع غير رسمي وين ممكن يكون في تحرش، ما فيها تحكي عن هالتحرش لأنه هي بدها شغل، يعني هيدا حيقمعها من كل المجالات لأنه عايز المصاري، لأنه في ضيقة، لأنه عندها ناس متكلين عليها. وسبق لقانونيين أن تحدثوا عن ثغرات في قانون العمل الذي يستثني على سبيل المثال العاملين في الزراعة والمنازل من ساعات عمل محددة وإجازات وتعويضات نهاية خدمة وتقديمات من الجهات الرسمية الضامنة.
ترى حقوقيات وناشطات أن الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في الأجر بين المرأة والرجل على أهميتها تبقى بحاجة إلى تشريعات برلمانية تدعمها وتمكن المرأة من حقوقها في هذا الشأن، مع ضرورة تفعيل بنود قانون العمل المقرر سلفا من جهة وتطبيق المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وترفض كافة أنواع التمييز من جهة أخرى. جين عفيش، الحرة، شمال العاصمة اللبنانية بيروت. والحديث أكثر تنضم إلينا من عمان الصحفي المتخصص في قضايا المرأة وحقوق الإنسان سمر حددين. أهلا وسهلا بك سيدة سمر. السؤال اللي يعني يخطر على بال الجميع، لماذا تتساوى المرأة مع الرجل في الأجور، في أجور العمل تحديدا، في حين أن المرأة قادرة على نفس العمل الذي يعني يقوم به الرجل؟ إذن يعني لماذا الفارق في الراتب والأجور؟ صباح الخير. يعني أنا عم بشاهد التقرير عن لبنان كأنه بيحكي عن الوضع عندنا في الأردن بالنسبة لموضوع الرواتب والفجوة بين الجنسين. هلا لماذا لا يتساوى؟ هنالك يعني أسباب عديدة. يعني على سبيل المثال لما تيجي للقوانين لا يوجد نص يفرق بالأجور، لكن بالمقابل لا يوجد نص بالقوانين تجبر أصحاب العمل إنه يعطوا للمرأة والرجل نفس الراتب. هلا بالعادة العقلية التي تدير هي يعني تجد هذه الفجوة أكثر بالقطاع الخاص. العقلية التي تدير القطاع الخاص هي بالغالب العقلية الذكورية، فبالنسبة لهم بالعادة ينظرون إلى عمل المرأة أنه غير ضروري، أنه هي تعمل ليس لأنها هي المعيل الرئيسي في الأسرة، فالراتب الذي تأخذه يكفيها ولا حاجة أنه يكون يعني هناك امتيازات كما زميلها الرجل. وأيضا هناك أسباب أخرى، أنه بسبب الأعباء الأسرية عند المرأة لا تستطيع أن تبقى لساعات عمل أطول كما يفعل الرجل. يعني إذا كان هناك في عمل يتطلب عمل إضافي يستطيع أن يتقاضى عليه الموظف مزيد من الدخل، هي لأنه لديها أعباء في داخل أسرتها تضطر إلى يعني مغادرة العمل في الساعة المقررة. لنفرض إذا كانت الساعة الرابعة فهي مضطرة أن تغادر الساعة الرابعة لأن عندها مسؤوليات أخرى في المنزل، لكن الرجل بإمكانه أن يبقى أكثر، أن يأخذ العمل الإضافي، أن يتطور أكثر في وظيفته، أن يعني يصعد عبر الدورات تؤهله أو علاقات وما إلى ذلك. طيب أستاذ سمر، يعني هنالك سؤال أيضا سنطرحه، هو يعني هل تدرك النساء وحتى الرجال حجم هذه الفجوة؟ دعينا نتابع بعض آراء الشارع ومن ثم نستكمل ما تبقى من هذا الحديث. بشكل عام خاصة بهالفترات مؤخرا قادرة تحصل على كل شيء، هي عم تشتغل وقادرة تكون أسرة، أكيد الاثنين بيكملوا بعض. أنا مع المساواة بين المرأة والرجل، وإن شاء الله مع الوقت كشرق أوسط يعني بدنا وقت، بس بإذن الله مع الوقت كل شيء بيصير. لا، هو طبعا الرجل في مكانه بيختلف عن الست كتير. الست مهما كان برضو ليها في بيتها غير الراجل، فالراجل طبعا في العمل بيبقى غير الست. المتطلبات لازم تختلف لأن الراجل مسؤوليته بتبقى أكبر شوية، راجل عائل أسرة غير الست. إحنا كمجتمع كويتيني، مش كويتي، مش شرط كويتي، يعني كشرق أوسطي أشوف إن مجتمعات ذكورية أكثر ما أنها تكون لحقوق المرأة. ما في مجتمع ذكوري جدا. أنت هي اللي في الحكومية لكن في الخصم لا، أكيد ليهم حسابات تانية وتقديرات تانية. زي يعني مثلا هم هناك في الخاصة تقريبا مش بالمجهود بقى، لا يعني مثلا أنت بتشغل أكتر، بتجيب أكتر، بتعمل أكتر، فأنت منتج للشركة دي، فبالتالي تاخد أكتر من أي حد تاني وظيفة بيقضيها وخلاص. شايفة لا، أنه في الرجل بيقبض أكتر، بحس أكتر من المرأة، يمكن الشغل غير، ممكن يكون السيدات بيبقى ليهم امتيازات أكتر، أجازات أكتر، مسموحات أكتر في الحضور والانصراف، باعتبار أن هم يعني عندهم مسؤوليات أخرى تانية، فبتبقى في عملية من التبسيط والسهولة. يعني بص، هي كلمة رواتب ممكن تبقى كلمة ثابتة، يعني ممكن يثبت لك الراتب، بس ممكن تلاقي فيه امتيازات بكل واحد وشطارته بقى. لازم يكون في مساواة بالمجتمع بين الرجل والمرأة بكل النواحي مو بس الأجور.
حتى جميع الجنسيات كمان. أصلا في أحيانا المرأة بتاخد معاش أكثر من الرجل بمجالات معينة، والرجل بياخد معاشات عالية أكثر من المرأة بمجالات معينة، ومو كل الوظائف متاحة للمرأة. إذا نستكمل حديثنا مع أستاذة سمر، يعني كما تابعنا آراء الشارع، لربما يعني هناك كثيرين عم بيشوفوا أن الأجور متساوية، وبل أحيانا أن النساء عم بياخدوا امتيازات أكبر، يعني كيف بتفسري هذا الموضوع؟ للأسف العقلية اللي تعتقد أن المرأة تأخذ امتيازات أكثر من ناحية إجازات، هم بيحكوا عن إجازة الأمومة. هلأ إجازة الأمومة هي ليست امتياز للمرأة، هي للطفل، الحق للطفل إجازة الأمومة وليس للمرأة، لأنها هي تأخذ الإجازة كي ترعى هذا الطفل. هلأ هذا الرجل الزميل للمرأة في العمل لا يدرك أنه هاي الإجازة لزوجته ضرورية من أجل أطفاله، فينظر إلى زميلته كمنافسة له بالعمل، لا ينظر لها يعني امرأة لديها يعني عمل اجتماعي آخر غير وظيفتها بالعمل، ويجب أن يساندها لأنها بالآخر هي منظومة لحماية الطفل اللي بيتم إنجابه. اثنين، هو أعتقد عدم معرفة بهاي الأمور. يعني معظم الزملاء في العمل بالعادة بيكونوا ينظروا إلى زميلتهم إنه عم تأخذ راتب أحسن، عم تأخذ امتيازات أحسن، لكن هو على أرض الواقع مش هيك. هي مجرد يعني معلومات يتم تناقلها بعض الأحيان، لا تكون مستندة لأمر واقعي، لأنه الأرقام بدل عكس ذلك. يعني لما نحكي إنه في فجوة عندنا بالأردن مثلاً بقطاع التعليم 33% بين الرجل والمرأة، هذا ما أحد بعرفه، اللي بيعتقدوا إنه والله المرأة مكيفة بتأخذ إجازة أمومة، بتغادر عند ساعة الرضاعة، هم لا يدركوا إنه هذه الأمور ليست امتيازات للمرأة، إنما هي امتيازات للطفل اللي بيتم إنجابه. طيب سيدة سمر، يعني إجمالا هناك فجوة زي ما ذكرتي ربما في كل الوظائف في العالم إن صح التعبير، أو أغلبها عشان ما نعمم، لكن برأيك إيش هي الحلول لتقليل أو تقليص هذه الفجوة ما بين الجنسين في الأجور؟ أهم حل هو أن يكون هناك مادة في القانون العمل تؤكد على عدم التمييز بالأجور بين المرأة والرجل عندما تتساوق قيمة العمل. لا يكفي أن نقول أنه قانون ما بيميز، يجب أن نؤكد، لأنه ما دام عندنا يعني حالات تمييز، ما دام الأرقام تثبت أن هنالك تمييز في الراتب، يجب أن يكون هنالك مادة في القانون تؤكد على هذا الأمر. ثانياً، أنه يكون الفرصة المتاحة عندما يكون هناك مجال للتطور في العمل، سواء من خلال يعني بناء قدرات أو التأهيل، أن تكون متساوية، تعتمد على أنه هذا مناسب من ناحية مواصفاته سواء كان رجل أو امرأة. لا تذهب هذه الأمور مباشرة إلى الرجل دون الالتفات إلى المرأة في مكان العمل. أيضاً الترقيات خلال العمل أن تكون أيضاً تعتمد على الكفاءة. هناك في فجوة غير مرئية في القطاع العام تتعلق بالغلاء المعيشة والأسرة وما إلى ذلك، تعطى للرجل ولا تعطى للمرأة. فلذلك تجدين يعني في القطاع العام حتى لو كان في مساواة بالراتب، لكن هاي تعطي الفجوة، فلماذا تحرم منها المرأة؟ يجب أن يعاد النظر بالقوانين وأن تعطى المرأة هذه الامتيازات حتى تكون مساوية لزميلها بالعمل. بدنا نتشكر وجودك معنا، الصحفية المتخصصة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان أستاذة سمر حدادين، شكرا جزيلا لك. يعني انطلاقا من مبدأ المحاولة في التكافؤ بين فرص العمل بين الرجل والمرأة، سنتابع هنا مثال بالتحديد في نواكشوط لمبدأ محاولة تطبيق المساواة في العمل. دخلت سوق العمل سيارات أجرة نسائية براكباتها وقائداتها، وتقول القائمات على هذا المشروع بأنه الفكرة جاءت نتيجة لعوامل عدة، منها توفير فرص عمل لسيدات في هذا المجال. نتابع. تجربة لالا كسائقة سيارة أجرة في بلد كموريتانيا لم تخلو من الصعوبة، لكن إصرارها وشريكاتها على تحقيق أهداف رسموها أمر يجعلهن يواصلن في المسار ذاته.
نحن كعليات متعرضين لياسر التنمر في هذه المهنة، يقال لها نزبتوا ذواتنا لا نواصلوا فيها ولا نزبتوا ذواتنا، إياكنا نحمل عليات من التعرض للتحرش في النقل العمومي. مشروع سيارات الأجرة النسائية استقبله قطاع من الموريتانيين بالكثير من التحفظ، وتحديدا اتجاه شعار المشروع وهو الحد من التحرش والاغتصاب. تخصيص مؤسسات النقل الخاصة بالنساء بهدف التخفيف أو بهدف يعني الحد من عمليات الاختطاف اختطاف النساء. عندي تحفظ على ذيك الظاهرة عنه ما ربما يعود، ما هي الفكرة الأساسية منه، ما هو عنه يقضي تماما على ظاهرة التحرش. نحن مجتمع عنده خصوصية اجتماعية كانت لعليات ياسر منه ما يبغي يركب مع الرجال وفي أوقات متأخرة من الليل خاصة. منظمات حقوقية ترى أن هذا الشعار مبررا، مؤكدة ضرورة إعمال القانون في وسائل النقل العمومي. احنا دائما عندنا مطلب وهو سياسة خاصة في مجال النقل العمومي، به اللي أكثرية الاغتصاب تكون في سيارات الأجرة، وللأسف سيارات الأجرة ما هم مضبوطات كيف ما هم مضبوطات في الخارج. هون السيارات ما هي منظمة وكلها ينقلب سيارات تعود سيارات شخصية. سجلت منظمة نساء معيلات الأسر في موريتانيا خلال العام الماضي ما يقارب 600 حالة اغتصاب أغلبها قاصرات. بين إكراهات الواقع ومخاطره وتقاليد المجتمع تواجه النساء في موريتانيا الكثير من التحديات لإثبات أنفسهن من جهة وضمان سلامتهن من جهة أخرى. طيب الغوت الحرة نواكشوت.